وقلتي ذبحوني بعد نجاحي. ذبحوني بعد نجاحي. اولا مين اللي ذبح حضرتك ومين مصلحته في كده؟ النجمات السينما. اه قال يجي اسمي لا شيلوه. وانا ما اقدرش على نجمات السينما. يعني اللي حصل ده مذبحه، اعتبرتيه مذبحه؟ يعني كتير كلمه مذبحه، يمكن كنت منفعله اذا كنت قلتيها في الارشيف بتاعك. اذا قلتها يبقى كتيره يعني. يمكن ساعتها. انما هو وقف سدوا علي. الست دي ما تعتبش السينما. مين اللي قال مثلا؟ النجمات السينما، النجمات كلهم، البطلات.